حين للزهر الوصي وراه حين للزهر الوصي وراه ها جت احزان وغيده هاجت احزان وغدينا آه لما نفض شف مني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب نفوس المؤمنين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة ويا عبرة كل مؤمن ومؤمنة يا غريب ويا مظلوم كربلاء. سيدي لعن الله الظالمين لكم فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. هدية إلى سيدتنا ومولاتنا الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء وإلى أبنائها المعصومين، خاصة إلى إمام زماننا الحجة ابن الحسن: عطروا أفواهكم ونوروا قلوبكم بالصلاة على محمد وآل محمد. يا
لقضاء الحوائج ولتيسير الأمور ولشفاء المرضى. الثانية بأعلى أصواتكم. لحفظ شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا، ولحفظ المراقد المقدسة. الثالثة يرحمكم الله. أعلى درجة وأنما درجة اللي موجودة في الكون، وهو درجة أهل البيت صلوات الله عليهم، هو درجة الفلاح والرضوان. ولكن إذا نريد نشوف مراتب والدرجات الموجودة اللي يمكن للإنسان أن يصل إليها، من القطع واليقين اللي ما حد ما يقدر يوصل إلى درجة أهل البيت صلوات الله عليهم، ولكن الدرجات التي يمكن للإنسان أن يصل إليها، إذا إحنا نعبر عن درجات الإيمان بمئة درجة، أعلى درجة هو درجة الفلاح أو ما يسمى بالرضوان. ولكن أول الدرجات، نجي من أول شيء، أول درجة من الدرجات هو درجة الإيمان ودرجة المؤمنين، اللي يصير إذا قلت نريد نلاحظ مئة درجة، من الدرجة الأولى إلى درجة 40 يختص بالمؤمنون. زين، من هم المؤمنون؟ وشنو صفات المؤمنين؟ نريد نوصل إلى أنه إلى نتيجة أنه من هم وشنو صفاتهم وشنو جزاء المؤمنين. زين، لما نرجع إلى القرآن الكريم، القرآن يبين لنا عدة صفات للمؤمنين. زين، شنو صفاتهم؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. هذا أول صفة من صفات المؤمنين، أنهم خاشعون في صلاتهم. زين، شنو يعني الخشوع؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون، شنو المراد من الخشوع؟ الخشوع أنه تتوجه بكل أعضائك وجوارحك إلى الله تبارك وتعالى، هذا المراد من الخشوع. زين، هذا أول صفة، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. المؤمنون عن اللغو معرضون. زين، شنو المراد من اللغو؟ قد عبر المفسرون اللغو بتفسيرين. التفسير الأول، كل كلام زائد، هذا المراد من اللغو، كل كلام زائد لا فائدة فيه. التفسير الثاني، قد فسروا أن المراد، التفتوا إخواني، أن المراد من اللغو هو الأغاني والاستماع إليه، اللي إذا دخل الأغاني والموسيقى إلى بيت تخرج الملائكة من تلك البيت، من ذلك البيت، البيت اللي الملائكة يطلعون منه، مكان لمن؟ للشيطان. والذين هم عن اللغو معرضون، هاي الصفة الثانية، والذين هم للزكاة فاعلون. زين، هاي ثلاث أوصاف من القرآن الكريم في هذه الآية. بعد شنو صفات المؤمنين في سورة التوبة؟ التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين. مجموعة صفات ما يقارب 10-11 صفة من صفات المؤمنون. قلنا أدري أي مستوى المؤمنون؟ من الدرجة الأولى إلى درجة 40. احفظوا الأرقام حتى نوصل إلى نتيجة، نريد نوصل إلى مراتب المؤمنين. زين، هسه شنو جزاء المؤمنون؟ إن شاء الله كنا من المؤمنين، ولكن شنو جزاءهم؟ الله في يوم القيامة شنو راح يطل المؤمنين؟ زين، في سورة التوبة آية رقم 72، وعد الله المؤمنين والمؤمنات. زين، شنو وعدهم؟
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، بعد ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. هذا الجزاء اللي يبينه الله تبارك وتعالى لمن؟ للمؤمنون. زين، يقول شنو الآية تقول؟ في جنات عدن. واي مذكورة في القرآن أنه جنات عدن، ولكن شنو المراد من جنات عدن؟ المراد هو البقاء واستمرارية البقاء في مكان واحد. يابا إذا أنت رحت إلى هذا المكان اللي هو جنات عدن، خلاص مكانك هنا ما راح يتغير. وشوفوا رسول الله صلى الله عليه وآله في رواية شنو يبين جنات عدن، يقول رسول الله: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنتي التي وعدني ربي. يا جنة وعدك رسول الله هي جنات عدن. زين، اللي يريد يسكن وياك شنو لازم يسوي؟ ويسكن جنة التي وعدني ربي هي جنات عدن فليوالي علي بن أبي طالب وذريته. اللي يريد يكون من ضمن المؤمنين ويكون عند جزاء المؤمنين، الحمد لله نعمة ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليه. بعد شنو من جزاء المؤمنين؟ في سورة حج آية رقم 23: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. زين، شنو بها هاي الجنة؟ يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. هذا شنو؟ جزاء المؤمنين، لباسهم فيها حرير. زين، الله تبارك وتعالى أعطانا عدة صفات للمؤمنين، يمكن لكل واحد يكتسب هذه الصفات، ولكن من أعلى من المؤمنين مرتبة ودرجة؟ من اللي بعد المؤمنين؟ بعد المؤمنين حسب الآيات القرآنية يعني في المرتبة 41، من مرتبة الأولى للأربعين منزلة المؤمنين، ولكن منزل 41 يكون علما لأولي الألباب. أولي الألباب شنو؟ أولي يعني صاحب، ألباب جمع اللب، المراد من اللب هو العقل، يعني صاحب العقل. احنا عندنا نوعين من العقل حسب التفاسير والآيات القرآنية، عندنا عقل سليم وعندنا عقل سقيم. عقل السليم هسه عندنا عدة مواصفات لأولي الألباب، هذا يكون صاحب العقل السليم، ولكن عقل السقيم منه؟ المراد من العقل السقيم مو هذا اللي مو هذا اللي مجنون، هذا خو حسابه يختلف، ولكن المراد من العقل السقيم هذا اللي يدري بالحلال وبالحرام، يدري شنو المحرمات وشنو الواجبات، ولكن شنو؟ يذنب، يعمل بالمحرمات، هذا صاحب العقل السقيم. زين، شنو صفات أولي الألباب؟ أريد أشوف شنو صفات أولي الألباب في القرآن الكريم. سورة رعد آية رقم 19: بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يتذكر أولو الألباب. التفتوا إلى صفات أولي الألباب. زين، شنو صفاتهم؟ الذين يوفون بعهد الله. هاي أول صفة لأولي الألباب، الذين يوفون بعهد الله. بعد ولا ينقضون الميثاق، صفة ثانية لا ينقض عهده. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، عندهم شنو؟ صلة الأرحام. ويخشون ربهم. والذين صبروا ابتغاء وجهه، ابتغاء وجه ربهم. ذول اللي عندهم عقل السليم، صاحب الألباب، صاحب اللب،
وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. إذا واحد أذاه سواله مشكلة ما يقابله بالمثل، لا بل بالعكس بالحسنة. هذا من صفات منه أولي الألباب. كذلك من صفات أولي الألباب أن في خلق السماوات والأرض، في سورة آل عمران، أن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه. هنا هو هاي ثلاث حالات، لو واقف لو قاعد لو نايم، في جميع الحالات يذكرون الله تبارك وتعالى. زين هذه الصفات العظيمة، يدرؤون بالحسن السيئة، يذكرون الله قياما قعودا على جنوبهم، هذه الصفات تنطبق على من؟ لمن هاي الصفات؟ الصفات العظيمة على البشر، على الجن، على الملائكة، على من تنطبق هذه الصفات؟ هذه الصفات تنطبق على الشهداء، تنطبق على الأولياء، على الصلحاء. أريد نشوف هذه الصفات العظيمة تنطبق على من؟ زين، آية عن لسان حال أولي الألباب، يعني من الذي ينطق بهذه الآية؟ أولي الألباب. شنو يقولون؟ يقولون ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. عجيب، طلع الأبرار منزلتهم أعلى من أولي الألباب. لعد احنا قلنا من المنزلة الأولى إلى الأربعين يكون إلمن للمؤمنين، من 41 إلى 70 يكون إلمن لأولي الألباب، 71 إلمن يكون؟ يكون للأبرار، منزلة الأبرار، اللي أبرار هم أعلى منزلة من أولي الألباب. زين، من هم الأبرار؟ شنو صفات الأبرار؟ في سورة الإنسان آية رقم 5، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر. ذني كل صفات إلمن للأبرار، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. بالله تكملة الآية شنو؟ ويطعمون الطعام. التفتوا الأبرار من هم؟ ويطعمون الطعام على حبه منو؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. صفات الأبرار من هم؟ من هم الأبرار؟ مو قرأنا الآية؟ أهل البيت صلوات الله عليه، حسب الآية هم محمد وآل محمد. زين، لعل قبلت أن هذه الآية الأبرار هم أهل البيت صلوات الله عليه. خلي أكملكم الآيات بعد. شنو نقرأ؟ يقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. كتاب الأبرار وين؟ في العليين. احنا قرينا انه شنو؟ ومزاجه ان الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم. بعدين شنو نقول؟ نقول ومزاجه من تسنيم. الماء اللي يشربون الأبرار مزاجه من تسنيم، يعني الماء اللي يشربون الأبرار بي شوية من نهر تسنيم، يعني شوية من نهر تسنيم يأخذون يضيفون على ماء الأبرار. زين، هسه شوفوا، يقول كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده
مقرب. عجيب، طلع أكو أشخاص يشهدون على الأبرار، يشهده المقربون، إن كتاب الأبرار يشهده المقربون، يعني أكو من هو أعلى منزلة. شلون ترهم هاي السالفة؟ ها التفتوا خلوكم وياي أبين لكم أنه شلون يمكن هذا الشيء. الأبرار ينطبق على أهل البيت، وهنا الآية شنو تقول؟ كتاب مرقوم، كتاب الأبرار كتاب مرقوم مرقم، ولكن شنو؟ يشهده المقربون. لعطلع المقربون أعلى درجة من المنو؟ من الأبرار. وشنو يقول؟ ومزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. هذا الماء اللي يشربون منه الأبرار، من عين هذا الماء يشربون المقربين. يعني الماء اللي المقربين يشربون منه شوية قليل منه يعطون حق الأبرار، ولكن الأبرار عين يشرب بها المقربون، يشربون من تسنيم. زين، هسه شنو صفات المقربين؟ احنا قلنا 71 المن؟ الأبرار. من 71 إلى 80 نقول منزلة الأبرار. 81 المن يصير للمقربين. زين، منزلة المقربين. يقول فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة. يعني يقول يا بل المقربين هم الجنة، هو الروح والريحان وهو الجنة، جنة النعيم. من هم؟ المقربين. وانتم سامعين كذلك موجود مصطلح في الحوزة أنه شنو؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. الله أكبر. يعني يابا هذا الأبرار اللي عندهم شنو عندهم من عمل؟ هم في القمة ينحسبون في الدرجة 71، المنزل اللي عندهم الأبرار، هذا الصلاة اللي يصليه هذا البار، هذا الصلاة ينحسب شنو؟ السيئة لذلك المقرر. يعني أعمال الأبرار، حسنات الأبرار، سيئات المقربين. منزلتهم كلش أعلى من الأبرار. منو؟ المقربين. زين، هسه أريد نشوف أن من هم المقربون؟ بعد المقربين هو أعلى وأنما درجة من مرتبة 81 إلى 100 تكون للمقربين، اللي قلنا شنو هو درجة الفلاح والرضوان. من هم المقربين؟ في سورة آل عمران آية رقم 40، إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. بعد تكملة الآية وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. لعطلع أن الأنبياء هم من المقربون، الأنبياء هم من المقربون. بعد في سورة واقعة أعطيكم صفات المقربين، في سورة واقعة آية رقم 8، احنا وصلنا إلى نتيجة أن أهل البيت صلوات الله عليهم هم الأبرار، ولكن طلعكم منزلة أعلى وهم المقربون. هسه نريد نشوف من هم المقربين. في سورة واقعة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. يقول مو السابقون، لا، السابقون السابقون ذولاك المقربين. زين، خل أعطيكم رواية في شرح هذه الآية، في تفسير هذه الآية. يقول الإمام الباقر عليه السلام أصحاب اليمين هم شيعتنا أهل البيت. هذا بالنسبة إلى أصحاب اليمين، ولكن هسه التفتوا إلى رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام. يقول مولانا أمير المؤمنين عليه السلام
شنو قال الآية؟ السابقون السابقون أولئك المقربون. هسه الإمام شو يقول؟ يقول إني أسبق السابقين إلى الله ورسوله وأقرب المقربين إلى الله ورسوله. لعطلع السابقون السابقون ذول اللي كل السابقين في الإيمان من هم؟ علي وأبناء علي بن أبي طالب، هذول اللي شنو يكونون؟ السابقون السابقون. زين، لعد شنو صار من مرتبة 81 إلى 100 يكون للمقربين، ولكن طلع الأنبياء هم كذلك من المقربين. ها الأنبياء في أول مستوى من المقربين، نقدر نقول من 80 إلى 90 منزلة منو؟ الأنبياء. من 90 إلى 100 يكون منزلة منه الأئمة صلوات الله عليهم المعصومين 14. زين، إحنا عندنا ثلاث من الأنبياء هم أحياء، ثلاثة من الأنبياء الآن عندنا شنو؟ هم أحياء. واحد منه إدريس ورفعناه مكانا عليا عند الله تبارك وتعالى، وبعد منه نبي الله عيسى هو حي، وكذلك منه نبي خضر. طبعا خضر مو اسم، الخضر لقبه، أن في الرواية أنه كل مكان كان يخلي رجله كان يخضر ذلك المكان، لأجل هذا لقب بهذا اللقب. زين، إذا تلاحظون الروايات نريد نوصل إلى الفرق بين المقربين من الأنبياء وبين المقربين من الأئمة. احنا عدنا في الروايات لما يظهر الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، خل أقرأ لكم الرواية بنصها، على باب الدمشق الشرقية، خلوا بالكم وياي، يهبط المسيح عيسى بن مريم عند الفجر تحمله غمامة واضع يديه على منكب ملكين عليه ريطتان إزاران، الريطة يعني الإزار. زين، إذا أكب رأسه يقطر منه كالجمان كالفضة، من منه؟ من رأس عيسى بن مريم. فيأتيه اليهود يقولون نحن أصحابك، إلى من؟ إلى نبي الله عيسى، يقول كذبتم. فيأتيه النصارى يقولون نحن أصحابك، فيقول كذبتم. فيقولون يا نبي الله من هم أصحابك؟ يقول أصحابي هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. تكملة الرواية، فيأتي المسلمون إلى أن يجد خليفته، إلى أن نبي الله عيسى يجد خليفته. من خليفته؟ صاحب العصر والزمان. فمن باب الأدب الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف لما بعد مكة والمدينة والعراق، فمن باب الأدب لما الإمام يريد يصلي يقول لعيسى ابن مريم أنت تقدم للصلاة. شوفوا شنو يقول عيسى ابن مريم، يقول للإمام صل بنا يا ابن رسول الله، فإنما بعثت وزيرا ولم أبعث أميرا، أنا الوزير وأنت الأمير يا ابن رسول الله. يخاطب صاحب العصر والزمان، منو؟ نبي الله عيسى. مرتبة الإمام هو أعلى وأنما بمراتب من الأنبياء حسب كل هذا الكلام، حسب الآيات القرآنية. أنا كل ذن الكلام اللي الآن بينته من خلال الآيات القرآنية، من خلال كلام أهل البيت. قلنا زين، نجي إلى من أول. أول شيء منه درجة منه المؤمنون، بعد منه يجي أولي الألباب، بعد أولي الألباب منه الأبرار، بعد الأبرار منه المقربين. زين،
هسه احنا قلنا ان اهل البيت صلوات الله عليهم هم من المقربين، لعد شلون هناك يبين انه هم من الابرار ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، شلون ترهم هاي السالفه؟ ها خلوا بالكم وياي حتى تتوجهون الى القاعده والى الطريقه اللي يمكن هذا الشيء حتى تطلعون بنتيجه. هذا الشيء يقال له في المنطق عموم وخصوص مطلق، يعني شنو؟ خل أنطيكم عدة أمثلة حتى يتبين الموضوع. كل من يعيش في الكويت يعيش في الشرق الأوسط، كل من يعيش في الكويت يعيش في الشرق الأوسط، ولكن ليس كل من يعيش في الشرق الأوسط يعيش في الكويت. تفتوا شلون صار؟ كل من يعيش في الكويت يعيش في الشرق الأوسط، ولكن ليس كل من يعيش في الشرق الأوسط يعيش في الكويت. هاي الدائرة، خلينا نضيق الدائرة. زين، كل من يعيش في منطقة المنصورية يعيش في الكويت، ولكن ليس كل من يعيش في الكويت يعيش في المنصورية، صحيح؟ بعد خلينا نضيق الدائرة أكثر. كل من يكون في هذه الحسينية يكون في المنصورية، ولكن ليس كل من في المنصورية يكون في الحسينية. هاي القاعدة الكلية. زين، نجي إلى شاهدنا، شاهد الكلام. كل من يكون من الأبرار يكون من أولي الألباب، كل من يكون من الأبرار يكون من أولي الألباب، ولكن ليس كل من يكون من أولي الألباب يكون من الأبرار، أبرارهم أعلى درجة. وكذلك كل من يكون من المقربين كذلك يكون من الشنو؟ من الأبرار، وليس كل من الأبرار من المقربين. يعني اللي يكون في درجة المقربين كذلك يكون من الأبرار، يكون من أولي الألباب، يكون من المؤمنين، لأنه أعلى درجة وأنما درجة. ولكن ليس كل من يكون من الأبرار ومن المقربين ومن أولي الألباب يدخل في دائرة المقربين. اتضح المعنى شلون صار إخواني؟ إذا اتضح صلوا على محمد وآل محمد. فكل من يكون من المقربين كذلك يكون من الأبرار. أهل البيت صلوات الله عليهم من المقربون، كذلك يكونون من الأبرار، كذلك يكونون من أولي الألباب، كذلك يكونون في دائرة المؤمنين، لأنهم أعلى درجة وأنما درجة. هذا هو منزلة أهل البيت صلوات الله عليهم ودرجة أهل البيت من خلال الآيات القرآنية. فكيف بالروايات القدسية الواردة وبالروايات عن أهل البيت صلوات الله عليهم؟ أعلى وأنما درجة، اللي هو يكون درجة الرضوان، يكون درجة الروح والريحان. يعني أهل البيت هم الجنة، علي وأولاد علي هم الجنة، محمد وآل محمد هم الجنة. فاللي عنده ولائهم ومحبتهم، والحمد لله احنا عندنا ولاية أمير المؤمنين صلوات الله عليهم وعندنا محبتهم، فإن شاء الله نكون في درجتهم وفي ضمنهم ونبقى إن شاء الله على محبتهم. زين، هاي منزلة أهل البيت. ولكن إن لما أنت تجون إلى مدرسة كربلاء، تجون إلى مدرسة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أذكر لكم هاي القضية جدا جميلة وأختم محاضرتي. كل سنة في أيام الأربعين الكل، ماكو فرق بين الشامي والعامي، الكبير والصغير، كلهم يروحون إلى زيارة الحسين عليه السلام.
عدة أطباء أخصائيين دول كل سنة يطلعون إلى زيارة الحسين في أيام الأربعين. دققوا في هذه الكرامة. ذولا يسولفون يقولون إحنا في إحدى السنوات كنا طالعين إلى زيارة الحسين عليه السلام في طريق المشاية. يقول وإذا وصلنا إلى شخص اتوسل بينا أنه يابا تعالوا أوديكم البيت. يقول ولكن هذا الشخص كان يمتاز عن الآخرين، كان له صفة معينة. يقول إحنا شايفين ذولا اللي يردون يستقبلون الزوار، أكو بعضهم يبتون ويستقبلون الزوار. يقول ولكن هذا بكاء ما كان بكاء عادي، تنفجر الدموع من عينه، تسقط قطرات الدموع علينا. يقول يبكي ويتوسل بينا تعال نروح البيت. يقول فإحنا بيننا الأطباء قلنا يابا هذا بقضية، خلينا نروح البيت. يقول رحنا إلى بيت هذا الشخص، قضية مستحدثة مو قديمة هذا الشيء. يقول رحنا إلى بيته، قعدنا بالبيت. يقول وإذا إحنا شفنا صورة لفت انتباهنا. شنو هاي الصورة؟ صورة يوجد قبر، وعند القبر يوجد جنازة في التابوت، والشخص اللي موجود في التابوت قد أخرج يديه من التابوت باتجاه القبر. يقول إحنا لفت انتباهنا أنه شنو هاي الصورة. يقول من اجى هذا الشخص اللي صاحب الدار، قلنا له يابا شنو قضيه هاي الصوره اللي انت حاطها هنا؟ قال انه مو مهم، انا اقول لكم القضيه ولكن اتعشوا بعد العشاء انا اسولف لكم. قالوا لا يابا انت سولف واحنا نتعشى. قال مو اذا انا اسولف لكم القضيه انتوا رحتوا تنقلبون بعد ما تقدرون تتعشون، انتوا تعشوا وانا بخدمتكم. يقول بعد العشاء قعدنا قلنا له يابا سالف لنا القضيه. قال أنا اللي تشوفوني الآن قاعد هنا يمكم، أنا نفس اللي موجود في تلك التابوت، ميت وعند القبر، وهاي الإيد اللي تشوفون طالعة من القبر من التابوت هاي إيدي. بس خل أسولف لكم قضيتي، شنو القضية اللي الآن أنا صاير هيك وشنو كنت؟ يقول أنا كنت من أشر ومن أنقص خلق الله تبارك وتعالى على الأرض. يقول ذنب ما كانوا أنا ما مرتكب ذي الذنب. يقول من الصغار إلى أن الآن عمري اللي 60-70 سنة كل ذنب اللي أنت تقول أنا مرتكبه ماكو ذنب أنا ما مرتكبه. وأنا لا أدري منو الحسين وشنو الحسين، أصلا تجي أيام وتروح أيام، أنا بس أفكر أنه شنو أسوي، شنو من شغلة جديدة أنا أسويها، شلون أبوق، شلون أسرق، شلون أنهب، شلون أحرق. يقول كل فكري هاي، حياتي كانت بهالصورة. يقول وإذا مثل هاي الأيام صارت أيام أربعين، ناس يسوون مواكب. يقول أنا أصلا مو بحالهم، أنا كل بالي أنه يا بذول الناس اللي هسه يطلعون من بيتهم أنا شلون هسه أروح أبوقهم، شلون أدخل البيتهم، كل فكري هاي. لا أدري الحسين منه، لا أدري المواكب شنو. يقول أنا في يوم طلعت من البيت، يقول شفت المواكب جاي يوزعون شاي. يقول قلت بالله قبل ما أروح على شغلتي خلي أشرب لي شاي. يقول إجيت ردت أشرب شاي، هذا اللي كان يصب الشاي أنا بعد معروف الكل يدروني أنه أنا بواق حرامي نشا كل شيء، كل شيء اللي يطلع من يدي أنا أسوي. يقول فخاف هذا أبو الموكب يخرب سمعته اللي هذا الحرامي جاي بموكبه. قبل ما يوصل للموكب قال له فلان روح لا تجي للموكب، روح نحاه عن الموكب. هذا ما يهم، قال أروح أشرب من ذاك الموكب جاي. يقول أنا في طريقي إلى الموكب الثاني أريد أشرب شاي، أبو الموكب ظن أنه أنا اللي جاي أريد أشرب شاي، عبال أريد أجي أساعد. قال أقول لك فلان ما تريد تساعدنا؟ ما تريد تخدم؟ يقول أنا واني واني الخدمة؟ أمور لا جاي بالموكب لا جاي بالحسينية كل شيء ما مسوي.
يقول سبحان الله أنا لا إراديا. قلت له أنه يابا إذا أقدر أسوي شيء أسوي مو مهم. يقول قال لي رحم الله والديك إحنا ما عندنا شكر سكر نريد للشاي ما عندنا روح اشتري لنا كيلوان شكر. يقول أنا رحت اشتريت وجاي أجلي الموكب حتى أنطيت شاي. يقول بطريقي وأنا جاي أجلي الموكب يقول وإذا موكب ثاني شافني قال يابا ها بعد اشتردون هذا الشكر الحسين جاب لكم يا ويقول أخذ الشكر مني دي ووداه بالموكب. أنا ما مشتري الشكر لهاي الموكب مشتري الغير موكب بس هذا عبالي أنا جاي أجيب لهم يا قال ها إجاكم الشكر أخذ الشكر وراح بالموكب. يقول فأنا سكتت ما قلت شيء قلت أروح أشتري مرة ثانية الشكر مرة ثانية أروح أشتري كيلوان شكر. يقول أنا في طريقي للمرة الثانية حتى أروح أشتري مرة ثانية شكر يقول وإذا سبحان الله وصل أجلي وأنا في وسط الطريق وقعد على القهر خلاص متت. يقول وإذا أرى روحي خرج من الجسم وأرى جنازتي مرمي والناس ملتمين وأني صاحب السمعة السيئة هسه من اللي يجي شيء يعني كلهم يخافون أن تتشوه سمعتهم ما حد ما يجي شيء يعني أربع حمامين جابة وأقربائي ودوني للقبر. يقول أنا شفت لا صدق كأني أنا ميت راحوا يدخلوني بالقبر وأنا 60-70 سنة كل شيء ماكم صفر كل ما ذنوب أنا عندي. يقول من أرادوا يدخلوني في ملحودة قبري يقول شفت اثنين من الملائكة واقفين بباب القبور بس منتظرين أنا يدخلوني بالقبر. من اللي جاي يروي هذا القضية؟ ذاك صاحب الصورة. منو ذول الأطباء جاي ينقلون هذه القضية؟ يقول أنا شفت ذول اثنين الملائكة واقفين بباب القبر بس منتظرين أنا يدخلوني بالقبر حتى يجون بأشد التعذيب يعذبوني. يقول وإذا أدخلوني إلى قبري يقول قبل ما يخلون اللحد على القبر أنا واقف خارج القبر يقول وإذا سمعت بصوت من خلف الملائكة شنو الصوت شي يقول الصوت يقول لا تخوفوا خادمي لا تخوفونه. من صاحب النداء؟ أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اجى الحسين عليه السلام عند الملائكة فالملائكة خاطبوا أبي عبد الله الحسين عليه السلام قالوا له سيدي هذا عمره مليء بالذنوب هذا أصلا ما جاي صوبك يا أبا عبد الله ما لا جاي يزورك لا داخل للم كل شيء ما مسوي عمره مليء بالذنوب. شوفوا هذا اللي يختم الحسين عليه السلام ما يضيع عندهم كل شيء كل شيء ما يضيع عند أهل البيت صلوات الله. يقول لا هذا خدمنا الحسين عليه السلام يقول هذا خدمنا اشترى كيلوان من السكر الموكبي شلون أنا يفوتني هذا الشيء. قالوا له زين يا أبا عبد الله شو نسوي ذول الملائكة يقولون شو نسوي هذا مليء بالذنوب. قال هذا كيلوان سكر جاب زين بعدد الكريستالات الموجودة في الشكر بعدد الكريستالات الموجودة قللوا من ذنوبه. قال له قالوا يا أبا عبد الله أنت الآن قلت قللوا من ذنوبه وبالفعل صار قل من ذنوبه يا أبا عبد الله اللي أنت ردت صار ولكن يا حسين هذا عمره مليء بالذنوب هم عنده هواي ما يكفي شغلته ويا كيلوان ما تنحل. حسين قال لا هذا من اشترى كيلوان شكر للموكب نوى يروح يشتري بعد كيلوان شكر للموكب راد يشتري بعد كيلوان شكر ارجعوه الى الدنيا هذا بعد عنده مجال يريد يخدمني والآن أنا تشوفوني قاعد قدامكم وأخدم الحسين عليه السلام وذاك الصورة وذاك الجنازة راجع لي
ولكن ما يضيع عند أهل البيت صلوات الله عليهم أي شيء، القطرة الدمعة ما يضيع عندهم. وإحنا جايين ببابهم وعدنا حوائج وعدنا مرضى ما يرجعون إن شاء الله. هالليلة جاي ندق بابكم يا آل بيت رسول الله، نقسم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام بحق أمه الزهراء. نخوة مني السيدة يا فاطمة، هالليلة ندق بابك، أسفي على هذه السيدة الجليلة، لهفي عليها، ماذا جرى عليها من المصائب والآلام، ماذا تحملت من المصائب والآلام. ها عدكم مرضى، عدكم حوائج، أسفي على مولاتي فاطمة الزهراء سلام الله عليها، لما أخذوا بمولانا أمير المؤمنين خارج الدار، سألت فضة فضة أين علي؟ قالت مولاتي فاطمة قد أخذوه إلى المسجد. خرجت خلف علي بن أبي طالب حتى تدافع عن إمام زمانها، ولكن ما الذي جرى عليها؟ لهفي على مولاتي فاطمة، لسان حالها شو تقول؟ تقول آمر آمر يا بآمر على عبد ضربني ضربني يا بو من ضربته للقاع ذبني ذبني يا بل انكسر قلبه ولا رحمني. هي ومن الناس ما واحد حشمني يا الباب، لبست الحزن طول الدهر يا الباب، ذهيل وما بقى الافكار يا الباب، يا بأن اجدك وين محسن وقاع يا الباب، يا بيوم العصرة والزهرة الزكية يوم العصرة والزهرة يا الزكية، غدت غدت تصرخ يا فضة صدري انعاب، يا بو محسن وقع مني بعتبة الباب، يا بأجت فضة ولقتها فوق التراب يسيل من الصدر وضلوعها الدم، يسيل من الصدر وضلوعها الدم. ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان، غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. اللهم نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إخواني لشفاء المرضى، لا تنسون إخوانكم يحتاجون إلى دعاكم، محمد عبد الرسول البهبهاني بن عناية المركزة يحتاج إلى دعاكم لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، ولتيسير الأمور، ولكشف الغمة عن هذه الأمة، ولتعجيل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان. نقرأ الآية الشريفة 5 مرات. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه، نسألكم الدعاء.
هو يكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. إلهي نقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. اللهم شافي كل مريض، سد دين كل مدين، احفظ شيعة أمير المؤمنين. اللهم ارضي عنا إمام زماننا، اللهم ارضي عنا والدينا، اللهم وارحم والدينا، اللهم ارزقنا زيارة الحسين، اللهم ارزقنا شفاعة الحسين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح خدمة الحسين عامة، وإلى أرواح موتاكم وموتى صاحب هذا المجلس، نهدي للجميع ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات. حي للزهرة الوصي وراها هاجت أحزان وغيد إنعاها هاجت أحزان وغيد آه لما نفض شفة مني تاه